هنكمل كده يونت ايه؟ بعض الكلمات اللي قدامنا حد بدأ يا اولاد ولا ايه؟ طبعا الترجمه عندكم متلازمات ايه؟ لفظيه، معناها ان الكلمتين متلازمين مع بعض. طبعا هو لما بنقول اللي في الواحده بس مش كل الانجليزي. هنا بقول اكسبت ذا تشالنج، يقبل ايه؟ تحدي. طبعا تشالنج بمعنى تحدي لونه ايه؟ فيرب. بقول بيلد او كرييت ويب سايت، ينشئ موقع، يبقى بيلد او ايه؟ كرييت. يبقى بيلد لما تيجي مع الموقع ما اقولش بقى يبني، اقول ايه؟ ينشئ، زي كلمه كرييت. ديزاين ويب سايتس برضه يصمم، يبقى ويب سايتس هنا خد كانت افعال. ديزاين كرييت، ناخد بالنا كده. ديفلوب السوشيال ميديا استراتيجي، قلنا استراتيجي يعني اسلوب او طريقه زي كلمه واي او ميثود. طبعا دي بتطور. فايند امبلويمنت، دو انترنشيب، يبقى يعني ياخد فتره ايه؟ تدريب. قلنا الحصه اللي فاتت انترنشيب فتره تدريب، وانترن الاثنين بوث ار ناو، الاثنين ايه؟ اسماء، بس طبعا الاختلاف في اليوز اللي هو الايه؟ الكلام يعني. بقول جيف بقى، جيف فيدباك اون، يقدم بعض الملاحظات على، زي ما بنسميها التغذيه الراجعه فيدباك. جيف برزنتيشنز او جيف ايه؟ توكس. طبعا بقول لكم هو لامم الوحده مش كل الانجليزي فيها. العمل التاني بقول جو بيرد واتشنج. طبعا اي نشاط منتهي اي ان جي بيكون معاه ايه؟ جو، واشكالها جو بيرد واتشنج، جو رونج يعني يتعطل او يحدث به خلل. جو ممكن اقول ميك بقى، ميك اتشيفبل بلانز، يضع خطط ايه من ممكن انجازها. قلنا الحصه اللي فاتت اتشيف ينجز، اتشيفبل يمكن انجازه. بقول ميك تشويس، ميك لينكس بتوين، يربط ما بين، وميك فيديوز يعني يسجل ايه فيديو. طبعا ممكن ميك وممكن ريكورد يعني يسجل. بلاي ذا فايلون، يعزف على اله الكمان. طبعا لما اجي بلاي مع الالات ما اقولش يلعب، بقول ايه؟ يعزف. وطبعا لما اقول بلاي او براكتس او ليرن او تيتش، ده واخدينه في اولى ثانوي، الاله تاخد ذا، الاله تاخد ايه؟ الاله اللي هي ذا فايلون، اللي هي اله الكمان او ذا جيتار. مش ده الات موسيقيه؟ بالمناسبه الات موسيقيه يعني ميوزيكال انسترومنتس، الات ايه؟ لما اجي اترجمها اقول ميوزيكال انسترومنتس. ترجمة دي آلات ها؟ موسيقية. خلاص؟ ميوزيكال إيه؟ ها؟ انسترومنتس. يبقى ميوزيكال معروفة من إيه؟ ميوزيك. وهنا عندي كلمة إيه بقى؟ انسترومنت. لأن في بعد كده في عندي مثلا تولز، أدوات، ماشي؟ دي معناها أدوات، بس أدوات بسيطة يعني. وفي عندي ممكن اقول اكويبمنت، معدات برضه. وانتوا واخدين في اولى ثانوي كلمه اسمها كيت، كي اي تي، يعني عده شغل بسيطه برضه، يعني عده شغل بسيطه.
بس مع الميوزيكال باخد كلمه ايه انسترومنتس الات موسيقيه. بقول لكم لما يجي مع الاله فيرب بلاي يعني يعزف او ليرن اتعلم او تيتش وعلم او براكتس تاخد ازاي تاخد ايه. امال لو قلت كده طب ده من اولى ثانوي يقول كنت جمله او اتنين في امتحان تراكمي بالامس اشتريت جيتار عاوز ترجمها يا صديق ايبود مع بوت بقى اخد ده ايجيتار ايبود ايجيتار طب تاني مره اقول ايجيتار ولا ذا جيتار مش فاكرين الفرق بين ايه وان وان لما اقول ذا لما اذكر حاجه لتاني ايه مره تاخد ايه بقى ده يبقى مع فيرب باي مش من الافعال اللي بتاخد ذا في الاساس انا قلت بلاي يعزف براكتس يعني يمارس تيتش وليرن يعلم ويتعلم بتاخد ذا. امال لما اقول بقى باي يعني سي يرى بتاخد هنا ايه او بتاخد ذا اكوردنج تو ذا رول حسب ايه بقى القاعده. بالامس اشتريت جيتار ده نكره يسر دي اي بوت اي جيتار اللي انا بقوله ده هو مش بقى في الحصه كده عشان نعدي منها شويه ده لازم يجي في الامتحان جمله او اثنين تراكمي بعد اقدر اكتبه في الامتحان. طيب سيت جولز يحدد اهداف. لو انا عاوز اشيل كلمه سيت اقول ديفاين يحدد ماشي يبقى انا هكتب على السبوره 1 ما عادش حد يدعي عشان السبوره تكمل الحصه دي ماشي سيت ديفاين ماشي في فعل اسمه بين بوينت برضه معناها ايه؟ يحدد او يحدد مكان على الخريطه بين بوينت يحدد سيت ديفاين بين بوينت دي معناها يحدد او ايه؟ او يعرف سيت جولز يضع ايه؟ اهداف تيك فوتوغرافز طبعا يلتقط ايه؟ صوره وورك بارت تايم يعمل بدون ايه؟ بدوام ايه؟ جزء طبعا احنا اخدنا بارت تايم عكس ايه؟ تمام عاوزين كده يعني ريذم بتاع الحصه ريذم اللي هو واقع الحصه يكون ايه؟ فاستر يعني اسرع لو قلت اولى ثانوي رايم ريذم حد فاكر؟ رايم قافيه ريذم الايقاع او الوزن بتاع الشعر او بتاع الشغل احنا عاوزين واقع الحصه يكون ايه؟ اسرع شويه يعني ماتش فاستر اسرع بكتير. I'm able to build websites perfectly build here قريبه من ايه؟ كرييت. طيب لو حابب بقى اجيب كلمه غير كرييت اقول ايه؟ اقول ديزاين اقول ايه؟ ديزاين يبقى كرييت او ايه؟ او ديزاين I am going to an internship at a nearby. Do. طيب ايه اللي بيساعدنا؟ Internship. Internship هو مش هاخد جدول يعني بيتقرا في دقيقه والاسئله في دقيقه ما تاخدش اكتر من كده. يبقى دو internship. I am sure you have the ability to the correct choice. Make the correct choice يعني بقى make choice؟ يختار. Make choice يختار. ممكن في النص بقى يحط لنا صفه. يختار الاختيار الصحيح يبقى correct. طب الخطا؟ رونج. طب امبروبر الغير مناسب انجليزي كده بقى. يعني ميك تشويس واحطه في النص بقى ممكن صفر الصفه اللي عندك بقى كوريكت ممكن رونج ممكن اقول مثلا بروبر يعني مناسب امبروبر غير مناسب او ما يقولش خالص صفه يقول ميك تشويس. طيب لو قلت ميك تشويس كده اللي هي بتساوي في اللغه بقى تشوز انا تشوز ميك ا تشويس يبقى لازم وراه اسم يعني يختار. يعني لو حابب اقول كلمه ثاني لو كاتب هنا make a choice يعني يختار قريبه في اللغه من كلمه choose. وحد بيقول تاني select يبقى choose او ايه؟ او select. طيب لما ناخد دول كده نفتكر ان في كلمه اسمها option اختيار وجاي منها optional theory صح كده؟ عكس ده ايه بقى يا شباب؟ اللغه الزامي طبعا obligatory العكس بتاعها نكتبه هنا كده العكس obligatory انا عاوز صفر مش عاوز تعبير compulsory قولوا بقى ما خدناهاش كده بقى لا خدناها blame yourself انت اللي ورايا يعني لا ده rhetorical question ده سؤال ريتوريكال يعني اوبليجيتوري او كومبلسري يعني الزامي او اجباري الزامي ماشي طبعا اوبشنال ده ايه اختياري
طب انا كاتبها ليه بقى؟ في الحاجه شايفين يا ناديه؟ ناديه بقى تغير مكانها دلوقتي على طول كده هتشوفوا؟ طيب والسبوره دي قدامكم واضحه؟ هنحاول انا جبت بلاستيك اصفر كده هننزلها تاني لعشر مره ونعمل لها بقى ايه؟ يعني غطا ورا كده بلاستيك دبل لاير يعني دبل لاير يبقى طبقتين طبقتين عشان تبقى معتمه شويه اللي هنا يبقى شايف النور ده ما ياثرش يعني مفيش مشكله عادي الطلبه اللي قدمنا بتقدر الحاجات دي يعني نوع طيب لما اقول كده الموضوع ده اوبليجيتري او كومبالسري يعني يو هاف نو تشويس يو هاف نو تشويس الفعل منها اوبلايج يجبر زي كلمه فورس اي ام اوبلايجد تو تيك ا تيست انا مضطر مجبر اخد بقى امتحان ولسه ما امتحنش ولا اي حاجه انا مضطر تو تيك ايه ا تيست او تو دو ايه ا تيست يبقى في الجزء ده هو ناخد بالنا من التركيبات دي طيب they bird watching خلاص رقم كام؟ اربعه they bird watching near ده ليه؟ وين؟ طبعا لما يقول لطالب ثانوي جو بيرد واتشنج يبقى جو ايه؟ واشكالها انا عارف ان جو الفعل السليم في الانجليزي له كام شكل؟ خمسه الحاجات دي يا اخوانا تندموا السنه الجايه وانتوا عندكم انجليزي لغه في اي كليه في اي كليه لغه انجليزي وما حدش بعت لي اي حاجه يقول لي مش عارف ازاي اوعى ماشي لما اقول جو خمس اشكال جو بويز المره منها ايه؟ وين؟ ثالث جو او اي جي يبقى كامل الوقت طالما الفعل ينفع اضيف له ايه؟ اي جي اثنين مضارع جو جوز ماضي وين تصريف ثالث جون او فعل مضاف له اي جي تبقى جوين خلاص شي هاز امبلويمنت ان ا سوبر ماركت فايند امبلويمنت يعني يجد ايه عمل او توظيف يعني اي واز فيري نيرفس وين اي ماي فيرست توك جيف ا توك يلقي ايه ممكن جيف ا توك او جيف ا سبيتش يعني خطاب طبعا في جيف برزنتيشن at as a university student حطوا دايره على كلمه as بيجي وراها real explanation يعني تعبير حقيقي كطالب يبقى as a university student طالب جامعه طب بقول كده مش انا بتكلم مثلا عن بايوجرافي سيره ذاتيه بتاعت مثلا طه حسين بقول عاوز اقول شاب طه حسين وهو طفل اصيب بالايه؟ بالعمى اقول بقى لايك ا تشايلد ولا از ا تشايلد؟ از ا تشايلد as a student, as a teacher. ماشي؟ as an employer. يبقى as هنا بيجي وراها حاجة ديل يعني ايه؟ like للتشبيه. like ليه؟ تشبيه. he runs like a horse. بيجري زي الحصان. بيجري زي الحصان. سؤالي بقى is he a horse؟ no. ماشي؟ things like this. طيب as a university student you can online part time. Work only part time. بتشتغل بس جزء من الوقت. The task seems impossible, but I the challenge. Accept the challenge. يقبل ايه؟ تحدي. My PC stopped because something wrong with the power supply. يبقى went wrong. اللي هي المفروض هي ايه؟ Go wrong. واحنا بنحفظها هنحفظها بالشكل ده. Go wrong. انا مغير الخطوط ايه؟ Go wrong وناخد هنا with يبقى هنا بناخد فيرب ايه جو مع الصفه رونج وحرف جر يبقى with ماشي جو رونج with يعني يتعطل او يصاب بخلل ماشي السيارة مثلا تعطلت كده اقول له واتس رونج وذ يور كار واتس رونج وذ يور كار من غير الوقت جو يعني تعبير زي ده كده واتس رونج وذ يو يعني ايه مشكلتك السؤال اللي ترجمته كده واتس رونج وذ يو ما قلتش بقى ما الخطا عندك ترجمتها كده او واتس رونج وذ يور كار ايه المشكله في ايه سيارتك يعني ايه اللي اصابها ماشي في التعبيرات دي بقى اللي هي كلمه رونج برضه خلينا نحط في الايه وذ ممكن بريك داون البريك داون يتعطل اقول مثلا ماي كار هاز بروكن داون يعني ايه؟ تعطل قلت بريك داون يعني ايه؟ تعطل والاشخاص ينهار عصبيه الجزء ده اللي كان بيحصل اللي فات غير حنين منا ولا انا غير حنين منا رفع ايدك انت بتغير انترنت
انا مش عاوز غياب بقى من اول شهر واحد. حد كان ناسي وروح عيله حنين حنان. انت بتيجي حصه غير السنه صح؟ ماشي يا اخوان. كم حصه يعني؟ حصه الجزء ده يا اخوان اللي كان غايب، وما حدش كان غايب وقعد من غير ما كلمنا المنزل. بتضايق من الحركه دي. ها؟ حد كان غايب هنا؟ طيب رقم 10. يس بول ذا جولز فور ذيس تشايلد دازنت سوت his abilities. Set. قبل ما نقلب بقى. The goals set for the child doesn't suit his abilities. يعني ايه suit يا اولاد؟ تناسب. مش عارف تكتبها يا اخواني. تكتبها. الاهداف الموضوع للطفل ده لا تناسب ايه؟ قدرات. عاوزين بقى نركز في الحته دي عشان ده النهارده فيها جزء كبير قوي من اللي هيتقال في الجرامر، حتى الحاجات اللي هي special cases. The goals set for this child. سؤالي بقى كلمه set هنا مستخدمه كتصريف ايه؟ هل يعمل عمل ايه؟ صفه. ماشي؟ ومجهول اصلا؟ اصلا بقى لو حطيت وش وايه؟ وذات. ماشي؟ doesn't suit. suit. يبقى the goals which are set. which are ايه؟ او which are set. ار هنا مضارع لان في doesn't suit. فين؟ في المضارع. يعني بقول الاهداف الموضوعه اقولها بكام طريقه الوقت؟ اثنين. ده من جرامر النهارده. the goals which are set ده الشكل التقليدي اللي هو الكبير، الاهداف التي وضعت او توضع لهذا الطفل. المفروض ما كانش جابها في المضارع يعني، بس مش مشكله ماشيه. دي بقى ذا جولز ويتش ار سيت، او ذا جولز ايه بقى؟ سيت. الجائزه التي منحت. سيبكم انت كملت الجمله. يبقى ذا برايز ويتش واز ايه؟ اووردد. مش ده مجهول؟ او ذا برايز اووردد. طيب المسجد الذي بني، يبقى the mosque which was built او the mosque built. الاصعب من كده بقى ان يبدا لك الجمله بالتصريف الثالث. التصريف نو ثالث. بني في العصر الروماني هذه القلعه مثلا، ترجع التاريخ مش عارف ايه. ازاي تترجم دي بقى؟ اقول القلعه يبقى the castle which was built. ماشي. او the castle. الاصعب بقى يبدا لك ببيلت، ما يجيبش القلعه اللي بعد الكوما. اقول كده built in the roman empire. يعني ايه؟ built in the roman empire. بنيت في العصر الروماني، بس رومان ايرا. ماشي. the castle is 1000 years، هي عمرها مثلا 1000 سنه. things like this. يبقى الاصعب بقى اللي بيبدا لك بتصرف ان هو واللي يكون اصلي مجهول. ماشي. زي ما هنشوف الكلام ده في الباسل. نشوف بقى الجزء الثاني. سينونيمز يعني ايه؟ مترادفات كده. ليش من هذا؟ طيب نشوف المترادفات دي. بتقول بين تشارج اوف يعني ايه؟ مسؤول عن. طبعا بتساوي في الناحيه الثانيه ريسبونسبل او هاب. ممكن هاب هنا اكتب فوقها تيك. تيك ريسبونسبيلتي اوف او فور. ماشي؟ طيب الحصه اللي فاتت احنا شرحنا كلمه تشارج. حد فاكر؟ تشارج تنفع ايه؟ يتهم؟ اثنين؟ يشحن؟ يكلف؟ او يتكلف. ماشي؟ هنا بقول بي تشارج الويت. يبقى تشارج لو جت منتهى بتاخد حرف جر ايه؟ بتساوي بي اكيوزد اوف. طبعا لما نقرا دول نفتكر ان في كلمه جيلتي. مسلم. انسان. بريء. بريء. مرضان بكاسه كونفيك. مدان. مدان. هارب من السجن يعني. الهارب من السجن اسمه اسكيبي. هارب. يعني اسكيب كده. اسكيب واحط لها اي. هي اخرها ايه؟ اسكيب احط لها اثنين اسكيبي يعني ايه؟ هارب الهاربون سكيبي. زي امبلويي انفايتي. ماشي. كلوزر ديزاستر يعني كارثه. بتساوي كلاماتي او كاتاستروف. طبعا قلت الاثنين. طيب كلوزر بتساوي بري بيج او بري لارج او ايه؟ ماسيف او جانت. قلت كمان تايتانيك. هيوج انورمس. ها خلي عندنا لغه كده. هيومن بينج بتساوي ايه؟ مان او بيرسون. احد البشر. شخص ادمي. بني ادم. ماشي.
سي في اختار صار لك كلمه ايه؟ ريكلام بي تي اللي بتساوي ريزيوم، بس افتكر الكلمه دي فرنش لان في اكسون كده صح؟ ريزيوم. طبعا ريزيوم بقى او ريزيوم من غير الاكسونات دي كفعل يعني ايه؟ يعيد. قلت لكم لما يكون حاجه مباشر يبقى مكتوب ايه على الشاشه كده؟ لايف. طب معاده ريزيوم او ريكوردد او ريبلاي ماشي؟ طيب نشوف الانتنمز. بي تشارجد بي انسنت واضحه؟ بي تشارجد مشحون بي ايمتى او ديت؟ لما اكون حاجه ما فيش فيها شحن. ماي موبايل از ديت يبقى تليفوني مات. فصل شحن. ديت يعني ايمتى؟ يعني نو تشارج ما فيش ايه؟ وطبعا الشاحن نفسه تشارجر ماشي؟ بي تشارجد مكلف او مدفوع بتساوي بي فري. حاجه تشارجد يعني فيها فلوس فندل يعني. امال حاجه بقى ببلاش كده او البي فري او ايه بي فري اوف او ايه او فري اوف ايه تشارج. في تعبير اسمه فور فري برضه مجاني. فور فري او بي فري او فري اوف تشارج يعني وداوت ماني. كلوزل بتساوي عكسها ايه؟ تايني. مش احنا مش هقول لك كمان ماينيوت ما قلناش كلمه مينت. مينت في القاموس كده لو معاك قاموس كده من اللي كان بيجي الاول في ثانوي يعني قاموس كبير كده منت هيبقى النطق بتاعها اتنين. منت دقيقه 60 ثانيه. دقيقه ده تقديرات الايه؟ التايم معناها الوقت. طب نفس السبيلنج يا هاجر واقول ماينيوت. ماينيوت يعني ضئيل. ضئيل يبقى ذا سيم سبيلنج. جت قبل كده ثانويه عامه على فكره الكلمه دي وجت بتساوي ايه؟ ماشي؟ والطالب لازم ياخد الامور يعني بجديه من ساعه ما شهر واحد بدا بقينا في 24 يبقى شهر 6 ايه؟ طالما 24 كده ومش هيبقى بعيد قوي على فكره. الناس تحاول تقرا يا اخوانا واقرا واحضر حصصك في الانجليزي وقول اونستلي. خلينا امناء على نفسنا شويه. قياده الامانه لا تقتصر على يعني اخذ الفلوس كده والنصب على الناس. ممكن في الحصه نفسها الطالب خائن الامانه في الحصه جاي وسرح في دماغه مش ها طنش كلام من ده في الانجليزي وغيره. انت كده بقى خائن الامانه ديس اونست. ذا ستيتي اوف رمسيس ذا سكند از كلوز. لما يجيب لك اثنين جنب بعض كده ده الكتابه اللاتينيه عن الثاني رمسيس الثاني ما عندهاش رمسيس 11 هو الثاني واحد عمود واحد كده ذا فيرست ده كلام كتابه لاتينيه واثنين ايه ذا سكند. كلوزر هنا عكسها ايه؟ تايم. تايم تقفله؟ اقفل وخد ورد بقى انت حر ليك. اقفل ماشي. يبقى هنا عكسها ايه؟ تايم. هي واز تشارجد وذ ديستربينج ذا اوثورتيز. هو متهم بإزعاج السلطات، يتم كلمة أوثورتيز عن السلطات. أوثورتي سلطة. أوثورتي إيه؟ سلطات. لما أقول لك دميتا بورت أوثورتي لو أنتم رايحين كده ميناء دمياط. لو دميتا بورت أوثورتي. هيئة. ترجمتها هيئة هنا بقى. قريبة من سلطة برضه. هيئة ميناء دمياط. طيب بقول هنا إن تشارجد هنا ممكن نتساوي أكيوز. تشارج بتساوي ايه؟ المفروض دلوقتي لو احنا مركزين في الحصتين دول بدانا يعني نعرف 90% من الكلمات اللي موجوده في الوحده دي ونحفظها تبقى سهله قوي نسمعها. I want to know who is in charge here. قلت الحصه اللي فاتت ان تشارج؟ نعم. نقفل الشباك؟ حاضر. لما يكون الجو كده مقفول كله كده مش ده كده ام هيلثي؟ لا دي هنفتح السقف العربيه دي فتحت السقف يعني بقى فتحت السقف سان روف. سان روف عربيات كده بقى سان روف. سان روف فتحت السقف. طيب يعني الجو مش برد قوي يعني بس مش مشكله ماشي احنا يعني اوبين احنا متعلق. قلت الحصه اللي فاتت يا اولاد ان كلمه ان تشارج انا بحفظها اقول يا لا ان تشارج اوف يعني ايه مسؤول عنه. بس لو قلت اوف لازم اكمل مسؤول عن ايه. بس ممكن اقول انا عاوز اقابل الشخص المسؤول هنا وانت في الحصه اللي فاتت. I'd like to meet the person in charge here. ما قلتش اوف هير. اوف غلط. مسؤول عن ايه؟ ما تجيش اوف. فلذلك هنا بقول هنا ايه؟ بقول هنا تشارج هير. بقول لك تشارج هنا ممكن استبدلها بايه؟ ريسبونسر مسؤول. عبارة استعبانة؟ buying all these toys is a colossal waste of money.
يعني مضيعه كبيره لايه؟ للمال وللصفه من كلوزر ايه بقى؟ بتساوي ايه؟ فيري لارج كلوزر. Human beings is too as clumped as disaster. ايه اللي انت فاهمينه من هنا؟ تعبير كده كان بيقابلنا كده في كل ثانوي، يجي لك حاجتين يقول لك as. لو الحاجتين التانيين عكس بعض يبقى انا عاوز هنا اثنين ايه؟ عكس بعض. والاثنين بيساووا بعض. طب كلمت والديزاستر؟ بيساووا بعض. يبقى انا عاوز بقى هيومن بيجي معاه. بيست. وصلت؟ اخر كلمه بيست شايفينها؟ وحش. بيست اخر كلمه في الاختيارات. بيست يعني ايه؟ وحش. وهي مش بيست، مش بي اي اس تي. احنا طيب اقول ثلاث كلمات كده كتب على السبوره وانت هتقوله بقى العكس بتاعه. بيست. ماشي؟ هست بيست. نترجم بيست يعني ايه؟ يعني ده الافضل. طب بيست افة مش واخدين في اولى ثانوي بيست سايد؟ لما اكون بكتب حاجه يا اخوانا خليكم جد شويه كده في الحصه. بيست سايد يعني ايه؟ مبيد ايه؟ حشري او افات. بيست يعني ايه؟ وحش. دي بتساوي في اللغة مونستر. مونستر يعني وحش برضه. سي مونسترز يعني وحش ايه؟ بحري. خلاص؟ يبقى بيست بيست بيست. طيب التعبيرات اللي جايه هنا بقول اكسبريشنز اوف ايديومز. ويست اوف تايم؟ في تعبير بس بالتايم ويستنج مضيع ليه؟ تايم وشرطه كده هايفن ويست تايم ويستنج خلاص؟ ادفانسد ليفل مستوى ايه؟ متقدم. طب الحسابات قلنا ادفانسد وايه؟ ادفانسد يعني ايه؟ متقدم وافريج او انترميديت يعني متوسط وكيل ورا. بيز ستاريز الاعمال باي بوس طبعا البريد كلوزر كلامتز كوارث ايه بقى؟ جسيم كبيره يعني. ما هي كلامتز بتساوي ايه؟ ديزاستر. ماشي؟ بتسمعوا كده كوارث كارثه جسيمه. جسيمة يعني ايه؟ يعني صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. أقول بقى كلوزر، أقول جريت، أقول بيج، مش مشكلة. كاستمر سيرفيس خدمة إيه؟ العملاء. يس كاستمر سيرفيس. طب لو قلت بقى كاستمر سيرفيس كلارك أو كلير موظف العملاء. معانا شاه. طب بلاش الضحك أنا من هالسبب دلوقتي. اكسبت فور يعني إيه؟ فيما عدا. اكسبت فور يعني إيه؟ فيما عدا. مطلعين من اللجان على فكرة كنا بنراقب على هناك يعني إيه؟ ملائكة وحفظ القرآن وأئمة المساجد. ثلاث أنواع. فاير فراي جي. فراي جي قسم الإيه؟ المطار. نحط تحتها خط كده عشان ما تقلناش كتير. فاير فراي جي. فروم داون تو بقول من وصولا إلى فروم داون تو. جود فيت فور ملائم لي. فيت يعني مناسب. هاي سكول مدارس ثانوية زي كلمة سكندري سكول. ان سيرتن واي بطريقه ايه؟ محدده. التعبيرات دي كلها حتى لو شايفين انها يعني كتيره بتفيد الطالب حتى لو جاي يكتب بيحل مثلا بيحل سؤال نوبل محتاج لغه. بيحل سؤال الايسيل ولا ايه؟ المقال. السؤالين دول بيظهر فيهم لغه الطالب. ماشي؟ لذلك اكبر مهاره بيروح فيها درجات اكتر حاجه هي الرايتنج. لذلك هي المهاره الاخيره اللي بتتعلموها. الاول ليسننج speaking reading writing ايه قبل صح كده انتوا بتسمعوها يبقى listening وبتقولوها يبقى speaking وبعد كده المرحله الاكبر بتقروها reading بقى نيجي نكتب بقى نالف قبل دي بقى writing اللي ايه مهاره التاليف مهاره الكتاب تبقى رقم 4 ما ينفعش اجي طالب حضانه كده او اولى ابتدائي واديله الاول ايه writing دي اخر حاجه وطبعا هي نجلكتد مهمله في المراحل كلها. طبعا. ساعات ما تظهر لنا بقى في ثانوي بيتبان بقى. المواهب. المقال عن بلوشن تلوث في اولى ثانوي والقطع عن بولين تنمر لا النص. بعمل نفسي مش شغل سريع. بس لا يصحك مثلا الكمساري يعني لا يصحك مش شغل ده انت هو يعني بطريقه ايه الكمسريه بياخد الورقه ويقطع كده ها الكمسريه بياخد الورقه ويقطع ما يبصش كتير يعني بيدخل كده طاقيه يقطعها برضه يعني حاجه ميكانيك وبيحسبه المدرس كده انجس اند هوبز ذا ايجيبشن بابليك والجمهور المصري اول ذا بيبلز هوم دار ايه مسلمين اور رادر
او بالاحرى او بالاجدى يعني بوبلر ويد مشهور لدى. حطوا دايره على بوبلر ويد. عموما بوبلر بتاخد ويد بالمعنى الاكثر شموليه يعني، يعني مشهور لدى. اول مثلا ايس كريم از بوبلر ويد تشيلدرن. ايس كريم محبوب منين؟ يعني معناه ان تشيلدرن لايك ايه؟ ايس كريم. بوبلر ممكن تاخد ويد، ممكن تاخد ان، يعني ايه؟ رجع عندها مكان بقى. بيجوا عليها بليز. محمد صلاح از بوبولار ان، ركز بقى، ليفربول سيتي. مدينه بقى ليفربول. ماشي؟ ويري بليز. سوشيال ميديا بوست، طبعا بوبولار ميجرز معايير مناسبه. سوشيال ميديا بوست شور اباوت ورك اكسبيرينس، خبره العمل. في بعض التعبيرات اللي بتترادف بقى، بقول ديجيتال ماركتينج، واحنا قلنا التصنيفات يعني ايه ماركتينج؟ تسويق. وديجيتال يعني اونلاين ماركتينج. ان كونتاكت ويز بتساوي هاف ريجولار كوميونيكيشن ويز. ان كونتاكت ويز، انتوا واخدين في اولى ثانوي كونتاكت يتواصل كوميونيكيت، يتواصل وكونكت يربط. كونتاكت لما يجي مع الشخص نو بروبوزيشن، مفيش ايه؟ حرف جر. كونتاكت علي، انا اتصل بعلي، اي ويل كونتاكت علي، ام جوينج تو كونتاكت علي. كوميونيكيت ويز، حرف جر ايه؟ اقول تاني، كونتاكت بدون حرف جر كفعل، ماشي؟ كونتاكت بيرسون، كونتاكت عالي، امال كوميونيكيت ويز. كلمه كونكت يعني يربط او يرتبط بيه، ممكن تكون علاقه ماديه او ايه او معنويه. لو الكمبيوتر دلوقتي مرتبط بايه؟ بالشاشه، مش هنشوف السلوك؟ اقول كده ذا لابتوب از كونكتد تو ذا سمارت بورد، كونكتد تو، كونكتد ايه؟ امتى بقى كونكتد تاخد ويز؟ لما تكون علاقه معنويه، معناها سمارت. ركز يا صبر تحسن. علاقة ايه؟ معنوية. لما اقول كده هناك بعض الامراض متعلقة بالتدخين، يبقى there are some ايه؟ diseases connected with this. اللي انا عاوز اقوله connected to حاجة سين. مرئية. الكوبري بربط ما بين مدينتين، شايفوا الكوبري. حاجة كونكريت مادية. امال لما اقول connected with متعلق بيه، بتسوي linked with connected with associated with. بقول هنا هاب ريسبونسبيلتي فور بتساوي بي ريسبونسبل فور، وانت كمان في تيك ريسبونسبيلتي. تيك اون ديفرنت تاسكس اجري تو دو ديفيكالت تاسك. تيك اون هنا يعني ايه؟ يقوم بالمهمه ايه الصعبه. احنا واخدين قبل كده تيك اون بمعنى يوظف، لو انتم فاكرين احنا واخدين امبلوي وهاير ها وابوينت وتيك اون. بعد حروف الجر ابلاي فور، واحنا قلنا الحصه اللي فاتت ان ابلاي لو خدت فور يعني ايه؟ يتقدم بطلب. بيجي معاه جوب يعني ايه؟ او فيزا او باسبورت او اي دي او اكستنشن اوف ستاي. حد فاكر يعني ايه اكستنشن اوف ستاي؟ تمديد اقامه. امال ابلاي ما فيش حرف جر؟ ايه ولا يطبق زي ما قلت هيحصل كده؟ ابلاي لوز يطبق. الحاجات دي ابعتها ما بتقراش يا اخوانا تاني، وحتى وانتوا قاعدين تشربوا شاي. ابليكابل يمكن ايه؟ بيسموها كلمه فايبل. الحاجات تقرا يا اخوانا، لو الطالب لو احنا قعدنا نشتغل كده ساعه وشويه والطالب ما قراش في البيت بلاش لازم تحس. كاري اوت ينفذ او ايه؟ يقوم به. كم اب ليظهر او يحدث. كم اب لما اقول كم اب وذ نيو ايدياز يعني ايه؟ يظهر بايه؟ او يطلع لنا بافكار جديده. هير اوف يسمع عن. ايه الفرق بين هير اوف وهير فروم؟ هير اوف يعني ايه؟ يسمع عن. يسمع ايه؟ هل سبقت عن بجراه شخص او شيء او اختراع؟ مش مشكله. Have you ever heard of globalization؟ يعني العالم. اينشتاين مش ده واحد؟ عالم يعني انسان. طيب هير فروم معناها يتواصل مع. يتواصل ايه؟ انا لم تصلني اخبار من عمي لفتره طويله. I haven't heard of ولا from؟ from. I haven't heard from my uncle for a long time. Participate in يشارك فيه. Take on يقبل بالعمل طبعا. Work as يعني ايه؟ يعمل كده. هي as دي ولا like؟ Yes. ورك ازي عمل كده بيجي وراها ريال ايه؟ شوب. I like meeting and talking to people so the job of a tour guide وظيفة المرشد السياحي كده is a good for me. Perfect. نمبر ايه بقى؟ C. When someone a task he agrees to do it. Takes on. يقبل بمهمة. ماشي؟ ما انت لو قبلت كل المهمة اللي تجي لك، لو انتوا فاكرين بقى في الوحدة اللي فاتت هتبقى exhausted. مرهق. ماشي. When you have regular communication with someone you are them. لما يكون عندك regular communication يبقى بقى in contact with. سؤالي بقى in contact with، انا سائل الوقت ان contact كفعل ما بتاخدش ايه؟ دي فعل ولا صفه؟ صفه. على اتصال بيه صفه، لذلك الصفه تاخد in وتاخد ايه بقى؟ with.
امال لما تيجي كفيرب يعني فعل يتصل بي ما تاخدش. ساتصل بعلي، اي الكونتاكت علي، ماشي؟ طب انا على اتصال بعلي اي ام ان كونتاكت ويز، يبقى عندكم دي الاختيارات احنا خدناها يا اخوانا. هنا مش فعل، لذلك قدامها ار. حد فاهم حاجه؟ بي ان كونتاكت يعني ايه؟ يكون على اتصال بي. بي ان كونتاكت تساوي كيب ان تاتش. ماشي. I would like very much to participate in. يعني participate؟ share. participate in. share in. contribute to. don't forget. I got school in my car. دي مهمة بقى. ها؟ والرابع. بالأحرى my father in the car. يعني بقول أنا بروح بروح المدرسة بإيه؟ سيارتي هي مش بتاعتي. سيارتي. يعني بقول يعني بطريقة يعني بالأحرى يعني إيه؟ يعني بمعنى بالمعنى الأدق. بالأدق. هي مش بتاعتي بس إيه؟ هو عايز يقول كده يعني. اور راذر اسمها ايه؟ اور راذر. ماشي؟ هي سكسيدد ان كارينج اوت. طبعا كاري اوت يعني ايه؟ ينفذ زي كلمه اكومبلش كده. فروم ذا سيتي سنتر داون تو ذا رينج رود. من الى ناخد ايه بقى؟ داون تو رود. رينج رود اكتب فيها الطريق ده ايري. رينج رود. اقول بقى طريق خاتم ولا ده ايري؟ ده ايري. يس يبقى احنا واخدين قبل كده رينج رود طريق ده ايري. فلاي اوفر كوبري كوبري. ماشي؟ موتور واي طريق سريع. طريق ايه؟ سريع. طنل نفق. كل الحاجات دي اللي هي بنسميها ايه؟ ميجا بروجيكتس. يلا مين اللي هيقول التعب؟ مشروعات ضخمه. ميجا بروجيكتس. مش احنا اللي واخدين الوقت دي؟ ضخم بمعنى ايه بقى؟ كلوزل. قلنا كلوزل جيجانتيك تايتانيك انورمس فيري بيج. ونزود ايه كمان؟ يبقى دي معناها مشاريع ضخمة أو مشاريع عملاقة. بيبقى ساعات يقولها كده. جاينت برضه صح، لأن جاينت على فكرة تمشي صفة واسم. جاينت كعملاق يصف حاجة أو العملاق نفسه. لما أقول ذا أيلاند أوف جاينتس يعني إيه؟ بتطلع عملاق دول ناون. يعني ممكن في الامتحان يجيب لك كلمة ويقول لك وات بارت أوف سبيتش نوعها إيه بقى؟ يا إما ناون يا إما إيه؟ أجكتيف. جاينت تنفع إيه؟ ناون وأجكتيف. صفة واسم. احد العمالقه وجمعها جاينتس مش كده؟ او يعني ضخم عملاق يعني. جاينت بروجيكتس. امال جاينت بروجيكتس يبقى ايه؟ ضخم. يبقى دي اجكتيف يعني صفه. امال لما اقول جزيره العمالقه اسم ايلاند اوف جاينتس. طبعا لو جمعت بالاسم يبقى ايه؟ اسم. لان ما عندناش بالصفه ايه؟ جمع. احنا عندنا في الانجليزي ما فيش جمع للصفات وما فيش مفرد ومثنى. يا مفرد يا جماعه ما عندناش احنا الوقت للكلام ده. عندنا في العربي بقى كتير فروع يعني من برانشز. طيب رقم 8 ماركتنج مينز سيلينج جودز اند سيرفيس اونلاين. ديجيتال ماركتنج. خلاص اللي هو التسويق اولى. رقم تمام. When we say that something has come up we mean it has suddenly okay. اخيرا حدث. يبقى come up بتساوي اوكير او هابن. ماشي لنمبر ايه. يس. هنا بيقول بعض الكلمات. بيقول ان تشارج يعني مسؤول بدون مفعول بعدها. طبعا مش حرف جر. اي وونت تو نو هو از ان تشارج ان ذيس اوفيس. انا عاوز اعرف مين ايه المسؤول في المكتب ده. بس مش مسؤول عن ايه. ماشي. الناس اللي قاعده جنب ناس يا اخوانا ما بتقدرش انها يعني they can't help talking. مش قادرين يمنعوا نفسهم من الحديث اور تيرنينج اراوند او البص كده يغيروا المكان. في ناس كده يعني ما بيقدروش يمنعوا نفسهم ان هم ايه يكلموا اللي جنبهم كده يعني يغيروا المكان. طيب ان تشارج اوف برضه بيجي بعدها ايه؟ مفعول. I want to know who is in charge of this office. شايفين بقى الجمله الاولى فيها ان والجمله الثانيه فيها ايه؟ افتكر ده الفرق الوحيد صح ولا لا؟ اه. يبقى تيجي في الامتحان ما تجيش دي. يس. يبقى اقول ان تشارج of this office او in charge يبقى in. be charged with يعني متهم به سواء accused of the terrorist or charged with deliberate murder القتل ايه؟ العمد. يبقى هو متهم به. لو عاوز اقول accused of with برضه ولا of؟ of. طيب deliberate murder القتل ايه؟ العمد. انا كل سنه وكلمه murder ترجمتها انا دي جريمه قتل. مش ايه جريمه هي بس نوع واحد. جريمه ايه؟ murder. هاجر قلنا كده murder in English معناها ايه؟ in English. انت اللي هتقول I have chosen you. اخترتك كده among the crowd.
قريبة قالت لي ان انجلش يعني ايه؟ كل سم ضرب عهد The act of killing someone عملية قتل شخص مردر قلتها والله من ايه؟ The act of killing ايه؟ لما تجي لي مردر في قطعة فهم كده بحط تحتها خط ويسألك عليها تحت معناها The act عملية لأنك تنفع تصرف تنفع تصرف أو يمس The act of killing someone ملاش اللي ايه؟ معنى واحد مردر جريمة قتل معناها The act of killing someone أمال لما أقول لك كرايم أي جريمة من ضمنها ايه بقى؟ القتل من ضمنها برضه اللي فيها بقى كريمينال مجرم وفي كريمينال اجرامي يبقى لها كم معنى؟ اثنين. كنا بنقول من شويه جاينت جاينت لو انتوا فاكرين كده جاينت يعني صفه وايه؟ واسم. نفس الكلام كريمينال ممكن تكون ايه؟ مجرم وجمعها ايه؟ كريمينالز مجرمين او كريمينال تبقى اجرامي. لما قلت كريمينال اكتس افعال اجراميه مش واخدين من الحصه اللي فاتت لا ايفل اكتس الطالب يربط ما بين الحصه كده اكتس عن افعال ماشي؟ او فعل او حدث جريمه القتل يبقى مردر هنا معناها ده اكت اوف كيلينج ايه؟ صمم. طيب مع ديليبريت هنا بقى يعني ايه؟ عمدا عكسها ان ديليبريت يعني بدون قصد لما اقول بقى بقصد ديليبريتلي اللي عنده كل صفه على فكره ديليبريتلي هي كوميتد ذا كرايم ديليبريتلي ارتكب الجريمه عمدا عاوز ده كلمه بتساوي ديليبريتلي اون بيربس يعني ايه؟ او intentionally يعني بنيته intentionally لازم نقول له اه عكسها بقى باي ميستيك باي اكسيدنت باي تشانس سيلف ديفنس فعلا ما كانش يقصد ما كانش مخطط يروح يقتل ولكن كان سيلف ديفنس يعني ايه؟ فعلا الحاجات دي كلها لما الطالب يكون عنده لغه اخوانا قطع الفهم في السنه اللي فاتت دي جاب لهم قطع مكتوبه وخدتوها انتوا هنا قطعه جايه من موقع اجنبي زي ما هي كل سطر فيه 10 كلمات جديده او خمسه عشان يعني احرى او الرقم خمسه سته في كل بس الطلبه يخمن بقى فلازم الطالب يكون عنده لغه ما ينفعش طالب كده يدخل الامتحان كده بظروف ولما اجيب امتحان تقيل خلي اللجنه عرفتوا تكلموا بعض ما تملوا بعض غلط برضه وفي ناس بقى عشان ايه يعني انزع الثقه من بينكم كده في ناس بتملى بعض غلط عارفين دي؟ انا مش عارف بس انا عاوز ما حد كله يجيب من دماغه في ناس تملي بعدها غلط يعني السنه اللي فاتت البنات ما حدش وصل منهم لحاجه عشان الحته دي يعني في اثنين صبيان مستواهم معقول خدوا معاهم 8 9 صبيان البنات 20 وصلوا منهم اثنين بس ومش من هنا اصلا مش من الصف وال 18 ما حدش ما وصلوش فعلا كانوا توبرز ما وصلوش فاللي جاي ما بقولش الصبيان هم صح يعني بس بقول البنات برضه الطالب يا اخوانا لازم يكون عنده في الانجليزي لغه عشان يعرف يجيب درجه محترمه فيها. الطالب اللي تجيب مثلا في ناس قفلت السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها جابت خمسينات وعدد كبير اللي بيجيب 50 49 49 ونص 48 ونص ده بيبقى طالب مميز. يعني ماليش دعوه بقى بيحصل ايه وممكن يغش معاكم بس انا بتكلم على الطريقه الصح يعني. طيب رقم او احنا في الكين كلمه ان ايه بي تشارجد يعني ايه مشحون ما بيقول از تشارجد طب عكس تشارجد ايه بقى ايميتي او دي ماشي هيومن بينجز او هيومن دي المفرد الايه والجمع اي ريسبكت اول هيومن بينجز انا بحترم كل الايه البشر بمعنى الجمله دي يعني هيومن ريسورسز فاكرينها الاختصار ليه بقى؟ اتش ار اللي هي الموارد الايه البشريه My uncle is the head of human resources in this company. طبعا هيد زي كلمة بوس يعني رئيس. بقول لاحظ ان مصطلح human resources غالبا يتبعه فعل ايه؟ جامع. لكن الفعل المفرد صحيح ويمكن استخدامه في الانجليزيه البريطانيه فقط. طبعا شغال بريتش. Human resources are responsible for او is a responsible. هو عاوز يقول ان الموارد البشريه دي يعتبر قسم. صح؟ هو اسمه جامع بس هو كم قسم؟ ف اللغه البريطانيه احنا ماشيين عليها احنا يعامل معامله ايه؟ هو المفروض هنا بريتش امريكان خد ايه؟ ار وتحت خد ايه بقى؟ از يفضل از يفضل ايه؟ لانه يعتبر اسم جمع بس الحاجه ايه؟ واحده قسم الموارد البشريه كم قسم؟ ما حدش يتخدع في كلمه هيومن ريسورسز قصه الايام كتبت بواسطه حسين انا بقول كتبت النهارده عشان النهارده المفروض مجهول يعني
ابدا بكلمه دايز. يعني ايه دايز؟ المفروض اللي جنب هي نفسها هي جمع، بس هو كم كتاب؟ هو الوز ولا وير بقى؟ وز. اسماء رياضات ماشي، زي اثليتكس او جيمناستكس. اسماء المواد الدراسيه مات، فيزيكس، ايكونومكس. شكله جمع بس هو بقى مفرد. دايز واز ريتن باي طه حسين. طيب ابو ابلكيشن، اتفقنا ابلكيشن عن طلب ايه؟ تقديم ودينفع تطبيق حاسب. تطبيق لو جت تطبيق حاسب الي او تطبيق موبايل تفضل ليه؟ وتتجمع ابس ماشي. هنا اقول ابلكيشن اب، جوجل ستور از فول اوف ابلكيشنز، او جوجل ستور از فول اوف ابس. تنصح ابلكيشن التطبيق العملي او التنفيذ، ما لها معنى ايه؟ يطبق، مش ابلاي تنفع يطبق برضه. The application of this theory in real life is impossible. شوف كلمة theory، نظرية. نظرية. دي معناها بقى تنفيذ أو تطبيق. تنفيذ أو إيه؟ بقول تطبيق النظرية دي في الحياة شيء impossible، يعني مستحيل. لو قلت بقى the app of this theory in real life is impossible، غلط ليه؟ عشان app هنا بتختصر. يا أولاد كلمة app تختصر لها ابلكيشن. لو جت تطبيق موبايل او حاسب الي تختصر اي تي بي. لو جت تطبيق او تنفيذ حاجه لا تختصر. لذلك بقول لك غلط، عشان في الاخر جايب لك هنا ايه؟ اكس. ابلكيشن ناون طلب التحق بوظيفه او عضويه او اي حاجه. سوري بات يور ابلكيشن واز ريجكتد. اسف ان طلب التحق ده ريجكتد، يعني ايه؟ تم رفض. طبعا ده مجهول اهو. خدنا قبل كده ابلكانت وكانديديت، متقدمين الوظيفه كلهم اسمه ايه؟ ابلكانتس. لو انا رشحت منهم جزء كانديديت، طب كانديديت ده معنى تاني لوحدها مرشح انتخابات. اصل اللي فات مرشح ايه؟ انتخابات. هنا بقول there are only three candidates out of 50 applicants the job. تاني الجمله دي شرح قوي، يعني قول يوجد فقط 3 candidates من بين 50 متقدم. هم 50 متقدم اللي نفع يرشحوه، سواء من ورق او من مقابله. ممكن واحد بقدم ورق، الورق ده انسفيشنت غير كافي، عاوزين خبره 5 سنين، خبرته هي سنه اكسكلود يعني. طبعا مش شرط ان اعمل له انترفيو يعني. يبقى في ناس اللي اتقدم كله 50 ابليكانتس، 50 اللي انا رشحتهم كام؟ 3. يا اما رشحتهم الانترفيو او من خلال الدوكيومنتس يعني الورق. يعني ممكن الورق بتاعه كده يعني انسفيشنت غير ايه؟ او امبروبر غير ملائم ماشي. وطبعا قلت زي ما قلت دلوقتي ان كانديديت تنفع التاني لوحدها بس ايه؟ مرشح انتخابات الكشن. جريد اللي حصل اللي فات صف ايه؟ دراسه. ماي سان از ان جريد 2. جريد تنفع تقدير او درجه امتحان او شهاده. يور جريدز ار فيري هاي ام براود اوف يو. يبقى درجاتك قريبه هنا من كلمه ماركس، تبقى كده ماركس اللي هي الثانيه. جريدز بتساوي ماركس. امال رانك؟ رتبة او مكانة اجتماعية. ماي فادر هيلد ذا رانك اوف كونيل ان ذا ارمي. ورتبة ايه بقى؟ عقيد كونيل. نطقها على فكرة كونيل مش كولونيل، كونيل ان ذا ارمي، عقيد في الجيش يعني. رانك يعني ايه؟ مش واخدين قبل كده رانك يعني يصنف فين؟ ورانك يعني ايه؟ مصنف، رانك نمبر 1 مصنف يعني. طيب طب انا قلت الحصة اللي فاتت بقى في كلمة اسمها جريدد. يعني ايه جريدد؟ متدرج. مش كده برضه؟ انا بسال في الحصه اللي فاتت مش فاكرين حاجه. طب انا بعت ايه على الجروب بقى اليومين اللي فاتوا دول؟ اجابات بس خمسه. دلوقتي نزلت لي واحده ليه؟ خمسه اربعه اجابات. ها؟ خمسه ان شاء الله بعد ما نيجي التصحيح كده بالليل قوي يعني نزلت لي واحده ليه؟ سته. سته ونسيب الاجابات يوم او اثنين. والحصه الجايه دي ان شاء الله نقول هنمتحن امتى؟ ورقي على كم واحده؟ ثلاثه. نعم. إذا كنا احنا ما اجزناش في وسط الامتحانات. أنا مش عارف أعوض لكم، مش عارف أنتوا بتتعبوا من الحصة دي يا إخوانا، يعني مين؟ أنا مش عارف مين اللي بيشرح. الكرسي هنغير الكرسي. الكرسي أنكمفورتبل. وبعدين يعني تحس إن هو إيه؟ يعني سوليد، ناشف شوية، هارد. هنجيب حاجة. طيب، خلينا بس في الكلمة اللي أنا عاوز أقول. لما أقول كده ده إكزام questions are graded. قلت الحصه اللي فاتت التعبير ده، فكروني يعني ايه graded بقى؟ اسئله الامتحان متدرجه، متدرجه في الصعوبه او في الطول
سؤال بياخد وقت قليل التاني اكتر. يبقى انا بقى متدرج. ماشي؟ طيب لما ناخد الكلمه دي نفتكر ان في كلمه وكنا بنقولها كتير قوي في جايز انتوا في الاعدادي، جرادوال وريجيلر كصفه، ريجيلر منتظم منتظم، امال جرادوال تدريجي بس مش متدرج. اول مثلا جرادوال امبروفمنت، تحسن ايه بقى؟ تدريجي. واحد يكون زي ما انت حصل فات، واحد يكون تعبان ويبتدي يتحسن، يتحسن فجاه يبقى اسمه جرادوال ولا ريجولار؟ جرادوال. طب انا بزور اقاربي بانتظام يبقى اي فيزيت ماي ريليتيفز ريجولارلي. طبعا لو حطيت لها ال واي اصبحت دلوقتي زار. ماشي؟ او ريجولار فيزيتس يعني زيارات ايه بقى؟ منتظمه. لازم تفرق بين الثلاثه دول. جريدد متدرج، الصعوبة السهولة الطول القصر جريدي، أمال الجرادوال تدريجي. ماشي؟ وريجولار منتظم أو بشكل منتظم. طيب هنا بقول ديجري، قلنا الحصة اللي فاتت ديجري لها أكتر من معنى، تنفع درجة إيه؟ حرارة. بقول تمبرتشر دروب تو 7 ديجريز سليسيوس، يعني حوالي 7 درجات مئوية. خلاص؟ ديجري قياس الزاوية، درو ان انجل اوف 45 ديجري. واضحة؟ ديجري مستوى، ممكن مستوى الصوت، مستوى ذا فيلم هاز هاي ديجري اوف فايلنس، في مستوى كبير من فايلنس يعني عنف، درجة كبيرة من العنف. ديجري تنفع معاه الدراسة، هي هاز ا ديجري ان لو فروم ذا فروم كير يونيفرستي. السيرتيفيكيت زي ما انتوا حصلتوا فاتوا وثيقة ايه؟ رسمية لغاية ثالث ثانوي، وفي عندنا بيرث وديث يعني شهادة ميلاد وديث. وفي بقول ذيس ماي بيرث سيرتيفيكيت، وممكن شهادة مواد دراسة اسمها ديجري ايه؟ سيرتيفيكيت، بس مواد الدراسة بتاع الجامعة لازم اجيب كلمة ايه؟ ديجري. ديجري سيرتيفيكيت، ذير از ا كوبي اوف ماي ديجري سيرتيفيكيت ان ماي سي في. شوف بعض الكلمات. طيب هنا جايب لنا كلمة ابلكيشن ان فول وابريفيتد مختصرة. بقول as I sent my as an email attachment، يقصد تطبيق حاسب آلي أو موبايل ولا استمارة التقديم؟ ده أنا بعتها يعني في الايميل attachment، يبقى ناخد إيه بقى؟ ابلكيشن. طبعًا ايميل attachment اللي هو مرفق الإيه؟ البريد الإلكتروني. خلاص؟ This is free on Google Store. App وابلكيشن. دي تختصر عادي بقى. A و B. The manager is abroad on business. هو في الخارج كده في مهمة عمل. So currently I am. In charge. شوف جايب لكم ايه بقى؟ جايب لكم ان تشارج وان تشارج اوف. انا عاوز بقى مسؤول ما فيش بعدها مفعول بقى. وصلت؟ جت في الامتحانات ده. The manager is abroad خلاص. He is the bank robbery. In charge. في ناس قالت ان تشارج اوف. حلو قوي ده والله. هو مسؤول عن سرقة البنك. لسه رقم أربعة. ماشي. The manager is abroad. معلش. On business. So currently I am in charge of. شايفين بقى the company مفعول. اللي جاي. He is the bank robbery. Charged with. في طالب ممكن يقول ايه؟ طب ما نقول هو مسؤول عن سرقة البنك واقول بقى تشارج اوف. شايفين تشارج اوف مسؤول عن ايه؟ مبنى او مؤسسة او إدارة حاجة. بس مش مسؤول عن ايه؟ عن سرقة. مسؤول عن سرقة عن المتهم. ما ينفعش اقول بقى ان تشارج اوف. اخد بقى charged with الأخيرة اللي بتساوي accused of. You are very clever, Rudaina. You are excellent. Grades. Number. فاكرين يعني ايه grades؟ درجات او تقديرات. اشيلها احط مكانها ايه؟ ماركس. If you are married, include your marriage in your file. Certificate. Marriage certificate يعني وثيقة الزواج. مش ده كل الحاجات دي official يعني رسمية. الميلاد، الوفاة، الزواج، ماشي؟ Certificate. The weather forecast says بيقول كده the temperature is going to be 43 tomorrow. Degrees. يعني 43 درجة. عاوزين تسيبوا دي يعني؟ لا احنا ده على فكره السي في. ده على فكره السي في. نكره اللي بيدوروا اللقاء. احنا لو خدنا شرط ناخد الجرامر واللي نحل فيه الورق.
عم نقدر نقرا تكست اصلا تخلوه جرامر حصه يعني؟ طب احنا لو خدناها الحصه الجايه انتوا هتبقوا محضرين ولا زي النهارده برضه؟ محضرين يا اخوانا، مفيش نقط جرامر جديده، خلي بالك كمان انتوا بتتكلموا الساعه وشويه هنا، تبصوا لنا ايدي شويه ايدي شويه. الجرامر بتاع الساده يا اخوانا، اي طالب عنده كسور، ده الكسور ده من اولى والثانيه وفي الاعداد، مفيش جديد. يعني لازم اكون جايين كده نقرا شويه. والناس تاخد بالها الانجليزي محتاجينه بعد ثالث سنه، وقلناها وانتوا لسه جايين في سنه اولى. خلاص هنقرا معاكم التكست، مفيش فيها مشكله. نقرا التكست. ايه مادي؟ كونتاكت انفورميشن. ناخد بالنا، لو انا جاي اكتب سي في، السي في لها هيد لاينز يعني عناوين. لازم اكتب كونتاكت انفورميشن. طب لو عاوز كلمه ثاني بتساوي كونتاكت انفورميشن. كونتاكت ديتيلز. كونتاكت ديتيلز. ان شاء الله حصل بدل زي ار دي سي هم الاثنين. طبعا جاي بقى الاسم المكان بتاعها اوكلين مانشستر، وبعدين الايه الرقم بتاعها ايما داي ات جيميل. طبعا ده اسمها ايما داي. ام كرنت لوكينج فور انترنشيب. هي عامله السي في على انها تبحث عن ايه؟ انترنشيب، يعني فتره تدريب. ممكن ابرنتشيب. ابرنتشيب سويت قلناها في القصه. ان ديجيتال ماركتنج ان ذا مانشستر اريا. بيرسونال ستيتمنت يعني حاجات شخصيه. لما اجي اكتب سي في بكتب كل حاجه عن نفسي، حتى الايجابيات وايه السلبيات. بول اورجنايز ذا بيرسون ويز جود اندرستاندينج اوف سوشيال ميديا. ايدوكيشن تعلمها بقى، ممكن ايدوكيشن او كواليفيكيشنز يعني. سبتمبر 23 من الفتره دي بريدج تاون هاي سكول، يعني من 13 ل 21 كانت مدرسه ايه بقى؟ هاي سكول مانشستر. 3 ادفانسد ليفل كواليفيكيشنز يعني ثلاث مستويات عليا. ات جريد A التصنيف الاول يعني ان بزنس ستاديز ايكونومكس اند انجلش. اوردد يعني منحت ذا سكول برايز فور اكسلنس للتفوق. يعني اكسلنس تفوق الامتياز او الكفاءه ان ايكونومكس ان ماي فاينل يير. طبعا قلنا الحصه اللي فاتت يعني ايه ايكونومكس؟ علم الاقتصاد. ده منتهي بايه؟ بايس وعامل معامله المفرد. بالنا ياخد مفرد بقى، ياخد ايز وياخد هاز وياخد داز. Work experience March 20 present social. يعني ايه present بقى؟ الحاضر. حتى الان فاهمين؟ الحاجات دي مهمه جدا. حتى ممكن يطلب منكم واحد يقول لك اكتب لي سي في ان انجلش بس. يعني من 2020 حتى الان، لما اقول حتى الان اقول ايه بقى؟ present. او ممكن اقول up till now يعني ايه؟ حتى الان. social media assistant مانشستر evening news part time. designing social media posts for new stories. working with colleagues to develop social media strategy for the newspaper. participating in a project to research social media habits with colleagues from other countries. احنا دلوقتي بناخد السي في بتاعت بنت اسمها ايما. جانيوري 2029 ويترس كليبز كافيه بارت تايم. يعني حتى لو اشتغلت ويترس يعني درسونه خلاص. وركت از بارت اوف تيم ديفلوب ذا كاستمر سيرفيس سكيلز. سكيلز بقى مهاراتها ايبل تو ديزاين اند بيلد ويب سايتس. سكيلد فوتوغرافر. سكيلد فوتوغرافر خطا غلط. هي سكيلفول ولا سكيلد؟ سكيلد. لو شخص تلقى تدريب وشهادات يبقى سكيلد. امال لما اقول ذو مهاره؟ سكيلد. اتقالت؟ ولا اتقالتش؟ لا قلنا. يس يبقى امال الاثنين يا اخوانا يعتبروا ادجكتيف يعني ايه؟ صفات. بالاي دي شخص تلقى تريننج يعني تدريب، ومثلا خد مثلا منح معينه سكولارشيب اسمه سكيلد، ولكن ماهر بس سكيلفول. able to give presentations to large audiences. يعني ايه الحته الاخيره دي؟ قادر على انها قادر. بتلاحظوا كده الكتابه بتاعت السي في بتبقى ابريفيتد يعني اختصرت، مش شرط اكتب فعل وفعل. هي عايزه تقول I am able to. كتبت I am able. هي اللي كانت عملت able. يعني بنكتب السي في بتبقى حاجات ابريفيتد يعني مختصر، بس بتدي الميننج المعنى. able to قادره على، بدل ما تقول كده I am. مش بتكتب مقاله بقى، دي بتكتب بنت يعني تنحات عشان حتى تبقى سهلة القراءة، بدل ما تبقى خمس صفحات تبقى صفحة واحدة وش وظهر بس. able to give presentation to large audiences. يعني ايه large audiences؟ جمهور او حشود كبيرة. interests and hobbies. الهوايات بقى والاهتمامات. playing the violin. قالت violin ولا the violin؟ the violin. play writes او teach او تمام. in school orchestra.
volunteer in an old people's home. Old people's home يعني بيت مسنين أو دار مسنين. At the weekend, taking photographs and making videos. بتاخد صور كده وبتصنع إيه فيديوهات. ده اختصار أو نقول مثلا إيه example مثال للسي في. Bullet advice about internship. يعني نصيحة بشأن internship يعني تدريب المهني. زي ما شايفين في الصورة كده كأن في واحد راح ياخد إيه تدريب وبيقابل كده أحد الموظفين هنا. Hello and welcome today. I'm going to be giving advice about internships. أنا هديكم نصيحة عن إيه؟ تدريبات. First, I'll talk about what most companies will expect from you. معظم الشركات توقع منك إيه لما تروح تقضي هناك فترة إيه؟ تدريب. هاخدنا فترة تدريب بقضيها في شركة على أمل إنها إيه؟ توظفني. Do you understand? أنا بشتغلها for free. بمجان. بس أمل إن آخد paid job. وظيفة مدفوعة الآن. يعني أشتغل هناك شهر اثنين ثلاثة مجانا. وبعد كده لو هما كده يعني عجبهم الشغل نقول مثلا satisfied with my performance راضيين على أدائي they will apply to me يعني هيوظفون employment. حد يفهم حاجة؟ يبقى احنا بنشتغل في شركة ونروح شركة تانية بنشتغل فترة تدريب على اساس ان هم يوظفون. هنا بقول will expect from you after that I'll give you advice about هديك كده نصيحة عن how best how ايه؟ مش ده بيست هو بيست وبوت يور سيلف بوزيشن ازاي افضل حاجه تحط نفسك في ايه بوزيشن يعني وظيفه او مكانه هو يو مايت بي اوفر جوب ماي فاينل بوينت اخر حاجه ويل بي وات تو دو وين يور انترنشيب فينشز لما تنتهي ايه الفتره يعني كان الشخص اللي ادينا ده ادينا نصائح كده بكام نقطه ثلاثه تو ستارت ويز يعني بقى نبدا من البدايه ريمبر تو اولويز اكت بروفيشنالي اتصرف بروفيشنالي الشخص ده اخونا بيدينا نصيحه لما اجي اخد فتره تدريب اعمل ايه عشان اسيب كده ا جود امبريشن ماشي if you hope to get a full time job at the company where you will be an intern an intern ولا internship لو تامل في الحصول على وظيفه في الشركه اللي انت فيها انترن مش انترنشيب understand find out اكتشف كده what kinds of skills you will need for the job يعني ايه skills يعني ايه اللي انت محتاجينها if you lack any of these لو ينقصك احدى تلك المهارات try to improve for example if the job wants someone to give presentation الوظيفه دي يعني محتاجه واحد بدي ايه عروض تقديميه see if you can practice this by giving the talks to your team يعني ادي انت ايه او اعمل كده محاكاه للي هيحصل احنا قبل كده كنا واخدين الباراجراف كده بيقول كده tips for the interview لو انت كنت في الاولى والثانيه نصائح الانترفيو راجل من دي يعني راجل من الحته دي خلاص watch people at the company watch يعني راقب الناس فين في الشركه watch people at the company too who is skillful and why مين الناجح ها وليه يعني لما تروح في الشركه كده ما تشوفش بقى الموظف كده اللي كل يوم بيروح عشان قانونيه كده وتحقق معاه وزعق لا احنا نتقرب من مين اللي هم سكسسفول يعني ask them how they got their jobs and try to learn from them don't be afraid to ask questions يعني don't be afraid ما تخافش انت تطرح ايه اسئله يعني خليك ايه بقى سايلنت مثلا لا امال ايه انكرج ها بص كده تعبير اولاد اكتبوا عنده كده انكويزيتيف كثير الاسئله انكويزيتيف بتعمل انكوير يعني يستفسر لو انتوا فاكرين وندر انكوير وونت تو نو اس انكويزيتيف يعني كثير ايه الاسئله وما لما يكون شخص بيتكلم كتير يعني توكاتيف نكتبها عشان في ناس تكتبها بالصاد ماشي توكاتيف ماشي توكاتيف كثير الايه الكلام بتقول يا ساره بتقول كلمه ثانيه دلوقتي يا حاج ها curious ايوه
فضول. توكت بالي يعني كلامه ايه؟ خلاص؟ بس توكت كانت صفة سلبية. طيب don't be afraid to ask questions and don't be afraid to take on challenges. يعني ايه take on challenges؟ تقبل التحديات. take on يعني accept. تكون يعني تقبل تحديات. if something difficult comes up, لو حاجة صعبة حصلت يبقى come up بتساوي happen. لو حصل حاجة ايه صعبة accept the challenge, يقبل ايه التحدي. employees will like this, يعني الموظفين بيحبوا كده. finally after your internship, بعد لفترة التدريب, قال لك your internal internship has finished, try to stay in contact with important people in the company. هي لما تخلص بقى اعمل ايه بقى؟ ابقى اتصال مع اهم ناس فين؟ الشركة. they may ربما كده appoint me او employ me. ماشي؟ طيب التعبير جه بيقول being in charge, ان تكون ايه؟ مسؤول. ما خدناش اوف هنا ليه؟ yes from the most colossal disasters, يعني من اكبر الكوارث down to smallest accidents, لاقل الحوادث. results are often poor because someone in charge was not in charge. ايه اللي انتوا فاهمينه بقى؟ بقول من اصعب الكوارث لاقلها بتحدث بسبب شخص المسؤول لم يكن مسؤول. ايه اللي انتوا فاهمينه بقى؟ ان الشخص ده he hasn't done his duty. ما عملش واجبه. حتى حصلت من هنا في تقصير زي ما بالعربي كده كيرلس. يس كيرلسنس اهمال. اور didn't know what to be in charge, يا اما هو ما كانش مسؤول او ما كانش عارف يعني ايه مسؤول. to be in charge is certainly not only to carry out the proper measures, مش شرط بس ان انت تنفذ المعايير المطلوبه yourself, but to see that everyone else does so too. يعني تنفذ المطلوب وتشوف الناس الثانيه بقى تنفذ المطلوب منها. يعني ما تقومش واجبك انت وما تعملش متابعه لواجبات العمال نفسهم. right note on nursing, يعني بقول هنا ده عن nursing يعني what is what it is and what it's not 19 Florence Nightingale. يعني المقوله دي قالتها اول ممرضه في التاريخ اسمها ايه Florence Nightingale في سنه 1800 كام 59. ماشي مش عارف انتوا عاوزين ايه ولا كمل كمل كمل. مش الجزء ده بنقراه؟ فيها مشكله؟ لا هنكمل. واتس فاطمه سي في؟ سي في يعني ايه؟ سيره ايه؟ ذاتيه. هاي ماي نيم از فاطمه العزيز. اي ليف ات فلات 1 16 هيليوبوليس. دي مصر الجديده يعني هيليوبوليس رود نيو كايرو. اي ام hoping to get an internship at an institute. عاوز تاخد فترة تدريب فين؟ yes where a lot of education in my area go to not to the children. I am going to apply to the institute as soon as I complete my CV. I have just finished at new secondary school and I got top marks. احتفظت جبت top marks يعني درجات عالية. ممكن اشيل marks احطها مكان ايه؟ grades in all exams except for ما عدا art, ما عدا الفن الرسم. يعني جابت كويس ما عدا الرسم. I have never been very good at art, ما كنتش كويسه في الرسم ابدا يعني. And I didn't pass my exams. I love children and at weekends I work as an assistant at a local children charity. They help children from poor families in this area. I play games with the children and sometimes take them out to the local park. يبقى البنت دي هتشتغل مع ايه؟ مع الاطفال. I like giving talks to the people and I don't mind speaking to large crowds. crowds يعني ايه؟ بتساوي audiences من شويه. نفس المعنى. I can also speak English and French. يعني بتتكلم انجليزي وفرنساوي. زي ما قلنا الحصه اللي فاتت مونولينجوال. وحاجه اللي هو bilingual. Trilingual. Multilingual. Yes. My mother is from Paris. Outside school, I love birds. بتحب الطيور يعني. And I sometimes go to the countryside to go bird watching.
There are some amazing birds in the wetlands. فاكرين يعني wetlands؟ المستنقعات بتسوي marshes near to where near to يعني بالقرب من where my uncle lives. I take photos باخد صور كده of the birds too. I'm very good at photography. يعني to get ايه؟ التصوير. Yes. How students can find the right internship؟ يعني internship؟ ازاي الطلاب يجدوا التدريب المهني الصائب يعني او الصحيح او السليم؟ Hello and welcome. Today we are going to be looking at how students can make good choices. قلنا اول حصه يعني make a choice. اختار. About the type of internships and the apply for. We look at the points you need to consider when you are يعني النقط اللي تحطها في اعتبارك when you are making a choice. First, كأن واحد بيدينا ادفايس. اولا first I talk about finding an internship which is good fit for you for your skills and interests. After that بعد كده رقم اثنين يعني I'll go on to look at finding a company which you will benefit from هتستفيد منها working with. And my final point النقطة الثالثة will be how to choose يعني كيف تختار an internship that will increase your chance of finding employment afterwards. لما يجي واحد يعمل برزنتيشن عن ايه؟ لازم في الاول انا اتكلم في ايه؟ يقول النقط وبعدين ياخد كل نقطه والديتيلز عنها تفاصيل يطلعوا كده دي زي اللي فاتت ماشي؟ So start by thinking about what you really enjoy doing. انت بتحب تعمل ايه؟ دايما تروح لوظيفه يو لايك ات يعني يس يعني ما تاخدوش احنا كاكزامبل يعني مثال what really interests you if your choice is based on these factors. فاكرين يعني factors؟ لو اختارك مبني على العوامل دي you are likely to benefit more from the work experience you do. Once يعني عند لحظه you have identified your areas عرفت كده حددت منطقه interest يعني اهتمامك you can start to look for a work experience position where you will be able to learn more about them. You also need to find a company محتاج شركه or organization that's right for you مناسبه لك. That means finding out more information about the type of culture نوع الثقافه which exists there. When I talk about culture here I mean the decisions that are made in a company about how work will happen there specifically بشكل خصوصي كده how people work together where they work and when those types of things find out from HR يعني اختصار لي دي human resources yes where you will be working in a team or mainly on your own هتشتغل في فريق ولا on your own لوحدك and whether the atmosphere in the work place تحتها دايره بقى atmosphere دي الجو العام الجو السائد ماشي atmosphere will be relaxed or more formal يعني في استرخاء كده ولا رسمي قوي ولابسين بقى بدل وقاعدين بقى متنشنين كده وعاوز دول كده يعني. Of course the main reason اخر نقطة بس عشان الناس القلقانة دي. Of course the main reason for doing internship is to get a job afterwards. So just remember تذكر دائما that some internships will be more helpful than others. You could for example try to find out if a permanent job was later offered to the last person who did an internship at the company. If that was the case, لو دي الحالة يعني and getting a job directly after completing your internship is your goal, the company clearly becomes an attractive option. هتبقى اختيار جذاب. On the other hand, working for well-known companies will make it easier for you to find employment and any company you decide to apply to. Having an internship at the respected company يعني اخذ كده الفتره دي في شركه محترمه respected on your CV can give you an advantage وديك ميزه over يعني على advantage over ميزه على تانيين other candidates عارف حاجه؟ انا امتلك ميزه عنهم يبقى advantage over candidates in the job market تحت خط قلناها الحصه اللي فاتت سوق العمل job market يعني ايه؟ سوق العمل خلاص؟ طبعا الحصه الجايه هيبقى ايه ان شاء الله؟ جرامر انتوا كده اللي بتديروا الحصه اهو